شيء مش ما بعرفها مزروز، هل توافق الكلام هذايا ولا لا مصحيح؟ ولا مش صحيح. ايش نقول لك؟ قلناها قبل على برشا ملاعبيه قبل الثمانينات وواحد وقرينا زبير بيا واسكندر سوايح مثلا ولعبوا مع بعضهم وقالوا حتى على العقربي وطارق يلعبوا مع بعضهم وقدموا من احسن مثلا. انا يظهر لي انت شنو المطلوب من هو شنو لي بيفو هذوما اللي يعملوا ريكوبيراسيون وغيره، هو الايديال بالنسبه للمدرب وانهم يكونوا يعرفوا يفكوا الكوره فهمتني، وميم طون يعرفوا يعملوا معناها يبنيوا الهجمه، معناها مش شكل يفك برك فك ويبني الهجمه. اذا كان بعض الاحيان كانت الناس تلعب بدو بيفو واحد فكاك نقولوا الاخر يمشي اكثر يعني لقدامه وهو يكونستروي، الايديال بالنسبه للمدرب يكونوا الاثنين يفكوا مليح ويمشيوا الاثنين القدام كل مره يمشي منهم واحد. انت العيدوني والسخيري اكدوا انهم دفاعيا جيدين، هجوميا الاثنين اكدوا اللي هما ينجموا يعطيوا الاضافه القدام، علاش ما يلعبوش مع بعضهم؟ ما انا فماش انا راه كان يلعب السخيري والعيدوني قدامهم بقير بار اكزومبل تنجم تكون معناها تنجم تكون فورمول ممتازه جدا يعني دفاعيا وهجوميا. نتصور انا استنفو بروبليم معناها بالنسبه لي انا العيدوني قاعد معناها ياكد يعني كل مرة وأنه لاعب يعني ممتاز واندمج يعني بسرعة في الواحد، والسخيري الروندمون اللي قاعد يعطي فيه مش جديد مع الفريق متاعه قاعد يبرز وقاعد يقدم في مردود يعني في البطولة الألمانية مش سهلة مش سهل نحمد ربي. احنا أنا فرحان باللي قاعد يقدم فيه الياس السخيري قاعد يجيب لنا في الحاجات الباهية من أوروبا قاعد يجيب لنا هذا شنو نحبوا احنا باللاعبين اللي يلعبوا الأوروب مش يجي يشارك معنا في المنتخب نعم من كل النواحي يعني نحب ايه من ناحية أخلاقيا كرويا كل شيء يجينا من الأوروب يجيب لنا حاجة البلوس نتاعو كملاعب يلعب في الأوروب مش يجي ملاعب يشارك معنا إيسي تو هكا لعب معنا ماتش هكا شارك وإيسي تو ثم لعبيه راهو جاو لعبوا وممكن هنا ما نحكيوش عليهم حصة كاملة لأن وجودهم كان عادي يعني إذا مش هنحب الملاعبية اللي يجينا يجيبوا البلوس. باهي أتنجيك سيمونجي أنت لكن حنا نحكي نعيمة شفت كتبت ستاتيو على الصغير تقريبا قيمته حتى نحكيو عليه شوية أرقام نعطيك قيمته 13 مليون يورو توا في موقع ترانسفير ماركت أغلى لاعب في كولن اللي هو الياس الصغيري على 80 مليون يورو قيمة ملاعبية كولن الكل في من الصغيري هو قيمته وحده 13 مليون يورو معناها رقم 66 في العالم من ناحية القيمة التسويقية في البوست نتاعه معناها أرقام ما شاء الله مازال يعلى راه يعني بالكومبيتيسيون مازالت السوم نتاعه مع السوم نتاعه حبس نقول السوم خاطر كأنك تحكي على مازال قاعد يعلى يعني وانت تمشي مع البوندس ليغا وشوفوا شنو البيرفورمانس البيرفورمانس نتاعه وسورتو راه كي يجي المنتخب زاد كيف كيف راه وكل ما يقدم انت ديجا الجول نتاعه تحط في الفيفا وورد كاب معناها من احسن البونتويت اللي تماركيت وكنت قلت انا معناها كانت ماركة رونالدو ولا ميسي كانت حكيت عليه جمعة كاملة يعني هذا هو. لكن نحن لهنا في تونس نحس انه الياس الصخيري ماناش عاملين له القيمه اللي موجوده عنده في الفريق نتاعو. الياس الصخيري لازم يكون اكبر من هكاك انا راهو في تونس اكبر من اللي قاعدين من اللي قاعد موجود عليه في المنتخب من كل ناحيه. الياس الصخيري يجي ان المنتخب يتعدى مرور الكرام من هنا يعني انا راى انه تونس الطفل هذاك لازم تعمل راهو بالحق قاعد يعمل وما نتصورش انه باش يكمل في كولن مالغري كي تقرا لي كومونتير نتاع كولن معناها ساعه اول حاجه كي تلقى لي كومونتير تلقى ديما بون بالالماني انا ما نفهمش ما نفهم كلمه بوسكيتس في الميكرو بوسكيتس معناها قاعدين يشبهوا فيه في 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 سيرجيو بوسكيتس حاجه كبيره برشا. ان شاء الله ان شاء الله في تونس نعطيه قيمه الياس الصخيري اللي بالحق مانيش قاعدين نعطيه في قيمه الطفل هذايا. انا قلتها قبل بون باش يعارضوني برشا باش يقولوا لي ليه الكابيتانا تمشي بالعمر وتمشي بالاقدميه. انا ضد الحاجه هذه. اذا كان انا نلقى ملاعبي قاعد في اوروبا هو صالح محمد صلاح ضربوا عليه بالبونيه باش ياخذ كابيتانا لانه من الاول كانت عند احمد فتحي وبعد كانت عند حتى استاجر ساعات بوليميك معناها ديما لانه هما يمشوا بالاقدميه لكن هو يقول لك علاش محرز ياخذ كابيتانا ومحمد صلاح ما ياخذش. محمد صلاح الناس الكل تحكي عليه ياخو هو الكابيتانا لانه هي بتزيد راهو في قيمه المنتخب كيف كيف. انا بالنسبه لي انا حاليا في اوروبا الياس الصخيري هو اللي قاعد يصنع في اسم تونس صحيح معناها كي تحكي تقول الياس الصخيري تقول تونس انا كيف كيف نجم انا نقول نعطي الكابيتانا هي زاد الكابيتانا تزيدوا في قيمه الملاعب هذه ان شاء الله. حاب تزيدنا مشكله في المنتخب لا لا علاش تجي واحد بالخزي ويس تمسك لنا حلو الكابيتانا تعطيها الياس الصخيري اكيد مشكله اخرى باش تولي هذه ولا كان غلط انا ما راهيش هو الكابيتانا موضوع
كبير برشا. انا ما يسمو حقك. انا بالنسبه لي انا الكابيتانا راه ما تمشيش، ما تمشيش بالاقدمي. انا بالنسبه لي انا هذه عقليه نتاع، ما نحبش نقول مع عقليه متخلفه، ما ياسر قديمه. ما لازمش نمشي. نعم، هي الكابيتانا عندها شروطها وعندها حاجات لازم تتوفر في الكابيتان يعني. وثم حتى اللي يعملوا مدربين في الاستاج تاعو العام يعملوا اللاعبيه وياخذوا رايهم بيان سور سرا سرا يعني. ثم انتست يتعمل انتست معروف يعني في يتقريوها. احنا في الانستيتو في قصر سعيد قرينا على الكابيتانا كوحده كامله. انا شكون تشوف الكابيتان تاعك؟ لا، كيفاش تخرج الكابيتان من الفريق نتاعك؟ شكون يسمى يكون الكابيتان؟ ثم دي تيست يتعاملوا مع الملاعبيه وكل شيء، فهمني؟ في شكون الاكثر واحد تقرب له، اكثر واحد ما تحبش تلعب معه، اكثر واحد ما ترتاحلوش، اكثر واحد ترتاح له. ثم دي سيري دو تيست نعملوهم ومن بعد نعملوا فهمني ديبويمون، ونخرجوا الاكسبلوتمان، نخرجوا شكون ينجم يكون القائد فريق رقم واحد اثنين ثلاثه حسب النتائج نتاع المجموعه. داكور، ما ناش يعملوا فيها في المنتخب ولا لا؟ إذا كان مهمش يعملوا فيها، نتصور بالمردود اللي قاعد يقدم فيه، إذا كان يعتمدوا على الحاجات هذه بالمردود اللي قاعد يقدم فيه الياس الصخيري، ينجم يفك الكابيتانا الخزري. خزري راهو نيبا ما قاعد يعاون ويجي ويسجل، وقاعد هو توا ثاني هداف واحد بعد واحد داكورتو. اي، اما خزري عنده زاد دي زونتيسيدون مع المنتخب، ما نساوش الجست اللي عمل كاسبر جاك كل شيء. يعني ما لازمنا ديما نخمو اللي يستاهل اكثر الكابيتانا. انا بالنسبه لي انا الخزري سي با ان مونور دوم الحق، معناها من لاعبي في سانتيتين وكذا. اعطوني اسيست بتسال سي المنجي انا على الخزري، واللي تحب يتدخل مرحبا به. دونك نحكيو على واهب الخزري ومركز قلب الهجوم سي المنجي في المنتخب. تقريبا الملاعب كيما سيف الجزيري تعطيك شويه ارقام، في خمسه مقابلات ملك اربع بونتويات، في 200 لعب فيهم 250 دقيقه الخمسه مقابلات، معناها ما لعبش مقابلات كامله، ومعناتها عمره ما عمل ماتش كامل، ومسجل اربع بونتو، معناها معدل مهم جدا تهديفي. تجي تلقاه مره اخرى على البنك، شنو لازم يعمل ملاعب كيما هكا باش يفك بلاصتو في الوقت اللي واهب الخزري كيف كيف ماهيش بلاصتو؟ الناس الكل ديما قالوها وعاودوا قالوها الفنيين، ماهيش بلاصتو قلب هجوم. وراو باش نرجع لياس الصخيري جوست دو سكوند على الكابيتانا، اللي انا سي با سور كو لياس الصخيري فا اكسبتي لو كابيتانا. راهو فما جورات يقول لك انا ما نقبلش اون تونك كابيتان، نجم تصير سورتو كو لياس الصخيري سي ان انتروفيرتي، معناها جوار دو كاركتير ومعناها ياسر دخلاني، ينجم يقول لك انا يقلقني دات الكابيتان، اما نقطه القوه نتاع الملاعب هذا اللي قاعد ينور فينا هو تشعر انه عبد محترم برشا، معناها اكسبسيونيل سي ان اتر اكسبسيونيل. انا باش نعطيك حاجه اللي صارت في البونتو الثاني في البوندس ليغا، عمل ديماراج من البينالتي نتاع الكارتي ديفونسيف نتاعو، ان ديماراج انكرويبل في الدقيقة 90. دقيقة 90 يوصل، ويعرف سي وجدي خير مني فيك اللي تبارك الله لونترينور دو فالور، يوصل في 18 متر ويسجل هدف بالفاسيليتي هذيك. راهو تعرف كي تعمل ان افور كوم سا لا سيرينيتي دوفون لو بوت اللي تري ديفيسيل. بولت الدم اللي بالك بالك تري ديفيسيل، معناتها فات حتى المهاجمين الاخرين والمدافعين وشغل معناتها. سنتينيل ما عادش يبدا اللي سنتينيل. انا مسميهم انا لي جوار كيما لي سخيري سي لي ترافايور دو لومبر، مي لوي ني با دون لومبر، إلي دون لا لوميير بالشيء اللي قاعد يعمل فيه. باللابور نتاعو وسورتو غاديك في البوندسليغا مالوريزمون اختي نعيمه، لو بري نتاع الصخيري فا با مونتي اوغمونتي اوغمونتي برشا، نحب ولا نكره الجنسيه تحكم. يعطيك الصح. انت كي تشوف اليوم ان جوار دو سيزون من السنغال خذاو من سون دو فورماسيون موناكو شريتو ب 18 مليون دورو. مالوريزمون احنا شوف انت علي معلول كي كان يلعب في الدوري التونسي وكي مشى للدوري المصري، شوف الفالور نتاعو مارشاند قداش بور دير، وصلت 15 مليون دورو وقت اللي هو من احسن، معناها ثم جوارات تلعب في بريمير ديفيزيون برشلونه وغيره وهو خير منها. لكن انا نقول اللي وهبي الخزري اليوم اذا كان يظن هو مع كامل احتراماتي لي عامل مزيع على الفريق الوطني التونسي باللابور اللي قاعد يعمل فيه توا، سو ني با ان جوار كي بو روندر سيرفيس على ليكيب ناسيونال دو تونيزي اليوم. نحب ولا نكره، خاطر توا اذا كان توصل انت المشكله اللي صارت نتاع اللي شويه اللي صارت فيها معناها بيناتي ولا هدف، هي نتاع الغلطه نتاع ياسين مرياح، سين بال بيردو في الوسط الميدان خلات اللي ولات ان بال دو كونتر ضدنا احنا،
وهذا كلاش خلى تململ شوية. هو سيمونجي باش ما نكونوش قاسين عليه برشا، اللاعب نحسه مش محبوب يعني، لكن الأرقام نتاعو ما شاء الله. طيب الوهبي اليوم ثاني هداف في التصفيات في الهذي بثلاثة أهداف بعد إسلام سليماني اللي عنده 6، ثاني هداف المنتخب تاريخيا بعد عصام جمعة اللي عنده 36، هو عنده 22 وفات سيلفا دو سانتوس مع 13 أسيست في 62 مقابلة، معناها أرقام محترمة جدا. عنده 16 ورقة صفراء ورقة حمراء، بون كاركتيرو صعيب وقاعد يسجل الماتش الثالث على التوالي. هذا خويا اسلام، احنا راهو كي نبداو نحكيوا كاي سي دو لانتيري دو فوتبول تونيزي، انا ما عنديش ثم ناس بتاتري ريغل دي كونت افيك ان جوار تيل وتيل جوار خاطر عندهم ان بروبليم بيرسونيل، اما انا نقول دون ان جروب كي جي دون ان جروب دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي، احنا نعرف وهبي حتى في سانت اتيان او نيفو دو جروب الى ان بروبليم فيو كو حبوا يتخلاو يتخلصوا منه كل واحد وطبيعته. انا اش بيني وبينه سي مونجي بونتويت دكتور معاك، اما راهو بور لانتيري نتاع ليكيب ناسيونال يفو كو سوا ان جوار كومبيتيتيف دون تو لي دومين كيما تحب انت، لكن اليوم الروندمون تاعو تنجم برشا جوارات يقول لك علاش وهبي الخزري يلعب وانا ما نلعبش. بار اكزومبل برشا جوارات تنجم تكون رافعه، تنجم تكون والبوزيسيون تاعو علاش جابوه كافونسونت باسكو مونك داتاكون افونسونت، وفي سانت اتيان لعب بكره هذا سيف قاعدي ماركي. اليوم عندنا سيف الجزيري، دونك سيف الدين الجزيري ما شاء الله يماركي ويلي لو بروميير ريدو ديفونسيف en cas de perte de balle. راه مهم برشا هذا يرتح برشا لو ميليو دو تيران الى نوتر ديفونس. انا نقول اللي باش تلعب بثلاثه ولا باثنين ميليو ديفونسيف تو في الفريق الوطني التونسي راهو سي ديفيرون بارابور باش تلعب دوميسيل ولا ليكستيريور. احنا اش نعملوا اليوم؟ اليوم يلزمنا نبنيو على المشاكل اللي موجوده سورتو توا لا سول ايكيب اللي لعبنا ضدها كي افي دي زاتو اوفنسيف هي الجزائر، وشفنا النتيجة لولا معز حسن ولولا معناها بون شفنا النتيجة. اليوم لعبنا ما ينجمش يغير التركيبة إلا أن بو ياسين مريح دو فير اتونسيون، لأن ثلاثة مباريات سجلنا ما نعرفش ثمانية أهداف، ما قبلنا حتى بوندو دونك